يعني انا كده يعني انا كده سؤال، ان انا واجب عليا اصلاح الشقة؟ أنت المالكة؟ لا انا مش مالكة، انا واخدة فيها ايجار حديث، يعني صاحبة الشقة بتجبرني ان انا اصلحها. تصلحي أنت اللي شبه فيها الحريق؟ طيب أنت استلمتي مني شقة أجرتها مني واستلمتيها سليمة ورددتيها إلي محترقة، من وجهة نظرك من اللي يصلحها؟ أيوة يعني أنا واجب عليا إن أنا أصلحها؟ طبعا واجب، طبعا سلميها كما استلمتيها.